وقت الصيام من الفجر للمغرب، لذلك فرض على المكلف بالصيام أنه يتحقق من دخول وقت الفجر ليمسك عن المفطرات، ومن دخول وقت المغرب حتى ما يفطر قبل دخوله، وبالتالي ما ينقبل صومه. ما فيك تقول أنا بفطر عدمة فلان وفلان، وما فيك تعتمد على سي دي ولا إذاعة هيك بالمطلق. ينبغي التحري والمراقبة. تقدر تعتمد على مؤذن تكون بتعرفه أنه رجل ثقة ويراعي مواقيت الصلاة.